اهلا بيك اهلا بيك. صباح الخير على حضرتك. اهلا بيك صباح الخير. عرض النهارده قيل ان هو عرض معقد شويتين. هل الكلام ده صحيح ولا دي مبالغه؟ جميل السؤال ده. هو مش معقد بمعنى الغموض يعني. ولكن هو بيتبع مذهب اللامعقول. ده في تقدير الشخص وإيمان الشخص. مذهب اللامعقول هو مذهب من مذاهب الـ مش عايزين نقول المدرسة العبثية، ولكن هو مذهب من مذاهب العبثية اللي اتكلمنا فيها قبل كده عن أني بيسخر من الواقع لاستفزاز العقل في البحث عن منطق يدير به إرادته وحياته و وإلى آخره. شبه ثرثرة فوق النيل مثلا؟ لا يعني نفس الفكرة المغزى. العبثية بدأت بعد الحرب العالمية الثانية، ومن رموزها بيكيت وكافكا وأوجين يونيسكو كانوا بيسخروا مما حدث ودفع إلى الحرب العالمية الثانية، وإنهم لابد من البحث عن مسائل تعيد للبني آدم إنسانيته. فعملوا جو اسمه جو اللامعقول أو العبثية، وبدأوا ينشروا بيها سخريتهم من كل شيء موجود أو كان موجودا. الأستاذ سمير العصفوري هو واحد من، مش عايز أبالغ، لكن هو واحد من يعني عشاق هذه المدرسة، خصوصا مدرسة اللامعقول. وأول شيء، خلي بالك الأستاذ سمير العصفوري خريج لغة عربية جامعة عين شمس، كلية الآداب لغة عربية، فهو يكتب أيضا، هو يكتب. فأول عمل مسرحي عمله كان لأوجين يونيسكو اللي هو أحد رموز العبثية وأحد رموز اللامعقول. يعني هو غاوي النهج ده. أول عرض مسرحي عمله في حياته في أوائل الستينات، يا 60 يا 61، كان إعداده وإخراجه اللي هو وما زالت المغنية الصلعاء صلعاء، ده لأوجين يونيسكو. وبعد كده عمل المغنية الصلعاء اللي هي العبثية فيها، هي من أحد الأعمال العبثية لأوجين يونيسكو، عملها سنة 81. وعمل الدرس برضو لأوجين يونيسكو، وهو أحد العروض اللامعقول وعروض العبثية، الدرس سنة عملها ومثل فيها كمان. أخرجها ومثل فيها. فهو من عشاق، يعني بيعاود القارة مرة تانية بعد هذه السنوات. بيعاود القارة، لكن ما فعل